صباح الخير جميعا. هنستكمل مع بعض محاضرات الجنرال مايكروبيولوجي، وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الجنرال بكتيريولوجي، وفهمنا يعني ايه بروكاريوتس وايه كاريوس، فهمنا يعني ايه كلمة مايكروبيولوجي وايه الساينس اللي احنا بندرسها في المايكروبيولوجي. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الجنرال ستراكشر اوف بكتيريا. هنعرف ايه الفرق ما بين الفيروس الفانجس والبكتيريا، هنعرف ازاي نفرق من بين بروكاريوتس والايوكاريوتس، وهنعرف بقى الاستراكشر الجنرال استراكشر بتاعت الخلايا البكتيريه. تمام، هنعرف ايه هي البروكاريوتيك سيلز، هنعرف الاستراكشر بتاعها، وهنعرف الاسينشال والنون اسينشال استراكشر. البكتيريا منتشره حوالينا في كل مكان، اي حاجه حوالينا فيها بكتيريا، في منها ما هو مفيد وفي منها ما هو ضار. وبالتالي بنقسم البكتيريا الى ما يسمى حسب الهابيتات بتاعته السابروفيتك والبارازيتك. سابروفيتك بكتيريا مقصود بيها البكتيريا اللي هي تقدر تعيش on inanimate material، يعني في اي حاجة في الجو اللي حوالينا، على البنش اللي قصادي، على المكتب اللي بستعمله، على الكتاب اللي انا ماسكه، على المفتيح اللي انا ماسكها، في الصويل، في الووتر، في الدست، في الاير، on the clothes، في الديد بودز، في الديكينج اورجانيك ماتر، كل دي بنسميها سابروفيتك بكتيريا، وغالبا بتبقى نون باثوجينيك، يعني غير ضاره وما بتعمليش مشاكل. النوع الثاني اللي هو يهمني لان هو بيسبب امراض، اللي هو بنسميه البارازيتك بكتيريا، او البكتيريا المتطفله، او البكتيريا الطفيليه، ودي live on or in، يعني على او داخل the body of the living creature. البارازيتك بكتيريا بقى هي اللي بنقول ان في منها ممكن يبقى باثوجينيك يعني مسبب لامراض، وكومنسال يعني متعايش. كلمة باثوجينيك بكتيريا معناها البكتيريا اللي هي تقدر can cause disease in man or animal or plant، تقدر تسبب امراض في الانسان والحيوان والنباتات. لكن كلمة كومنسال او متعايشة اللي هي البكتيريا that can live on or in the body without exerting a harmful effect، اللي هي بتعيش داخل الجسم من غير ما تسبب امراض. وهنعرف بعد شوية ان في انواع من البكتيريا اللي بنسميها الكومنسال او النورمال فلورا، مش بس مش بتسبب امراض، لكن كمان دي بكتيريا مفيدة وجسمي محتاجها وبيستفيد منها جدا، وغيابها بيسبب مشاكل. Some of these commensals may be potentially pathogenic، يعني بعض منها ممكن يبقى احيانا مضر، and may cause disease if the body resistance is lowered by any means، وممكن يسبب امراض لو المناعة بتاعتي ضعفت لاي سبب، وهنعرفها في وقتها ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الكومنسالز تتحول الى pathogenic bacteria. طيب لما اجي اتعرف على البكتيريا بشوف البكتيريا تحت الميكروسكوب، لان اتفقنا ان البكتيريا so small in size بتتقاس بالمايكرون، وبالتالي انا ما اقدرش اشوفها بعناية مجردة، انا محتاج الميكروسكوب. طب هتعرف عليها ازاي؟ انا قلت المرة اللي فاتت ان في ثلاث حاجات لو عيني اتعودت انها تشوفها تحت الميكروسكوب عمري ما هغلط في اي نوع من انواع البكتيريا. الثلاث حاجات دول هما المورفولوجي، الارنجمنت، and the stain. المورفولوجي يعني الشكل، شكل البكتيريا دي، البكتيريا بتاخد 3 4 اشكال ثابتين، حاجه اسمها كوكساي او مكورات، حاجه اسمها باسيلاي او عصيات، حاجه اسمها سبايرال يعني عامله زي شكل السوسته، وحاجه اسمها الكوما شيب زي الفيبريو اللي هي عامله زي حرف الكوما اللي بنكتبه واحنا بنكتب سواء بايدنا او على الكمبيوتر. دي نمره واحد المورفولوجي. نمره 2 الارنجمنت، ترتيبها. الارنجمنت ده بياخد اكتر من شكل، ساعات تبقى في شكل كلاسترز مجموعات، ساعات تبقى في شكل تشينز عامله زي السبحه او عامله زي السلسله، ساعات تبقى في شكل بيرز اتنينات، بتاخد اشكال متعدده. نمره 3 الستين او الصبغه. لو انا عينيا اتعودت انها تبص على الثلاث حاجات دول عمري ما هغلط، لان اتفقنا ان مفيش تو اورجانيزم مشتركين في نفس الثلاث حاجات. حجم البكتيريا دايما بيقاس بحاجة اسمها المايكرون. معظم البكتيريا arranged in 0.7524 micron in diameter، يعني حاجة صغيرة خالص. طبعا ده مش هشوفه بعيني العادية، لازم احتاج لميكروسكوب عشان اقدر اشوفه، وحتى مش ميكروسكوب عادي، لازم حاجة اسمها الاويل اميرشن لينس علشان تبقى قوة التكبير 1000 مرة عشان احولها من المايكرون للميلي، مجرد اشوفها كنقط تحت
العدسة بتاعت الميكروسكوب. الشيب اتفقنا ان انا عندي اربع اشكال ثابتين. الشكل الاول اللي هو بسميه كوكساي او كوكاي زي الاستافيلوكوكساي، نمرة 2 الباسيلاي، نمرة 3 الفيبريو زي الفيبريو كوليرا، ونمرة 4 السبايروكيت. تاني حاجة بنبص عليها هي الارنجمنت. اثناء انقسام الخلية بتبدأ تاخد اشكال معينة. الاشكال دي هي اللي احنا بنبص عليها بعد كده واحنا بنشوفها تحت الميكروسكوب علشان نشخصها. مثلا ممكن تبقى في شكل كلاسترز زي الاستافيلوكوكاي، ممكن تبقى في شكل بيرز زي النيموكوكاي وزي النايسيريا بنسميها ديبلوكوكاي، وممكن تبقى في شكل تشينز زي الستريبتوكوكاي بنسميها المكورات السبحيه عامله زي حبات السبحه ورا بعض، تمام؟ واشكال مختلفه زي مثلا الدفتيريا بتاخد شكل بنسميه تشاينيز ليتر ابييرنس عامله زي الحروف الصيني، طريقه كتابه الحروف الصيني اند سو اون. طيب الدايجرام ده بيورينا الجنرال ستراكشر اوف ذا بكتيريال سيل. الصوره اللي فوق دي في ايوكاريوتيك سيل وادي البروكاريوتيك سيل، في فرق في الاستراكشر بينهم واحنا كنا شرحنا قبل كده في جدول الفرق. برضو الصورتين اللي تحت بالالكترون ميكروسكوب بيوريني الفرق واضح ما بين الايوكاريوتيك سيل والبروكاريوتيك سيل في الاستراكشر وفي التركيب. دي هاير سيل فيها كل الاسينشال استراكشر، الثانيه دي بريميتيف سيل فيها حاجات كتيره ناقصه وبتحتاج الهوست تيشو. طيب هنبدا بقى نتكلم على البكتيريال سيل استراكشر. البكتيريال سيل استراكشر بنقسمه لحاجات ثابته او فيكسد او اسينشال اللي هي السيل وول، سيتوبلازميك ميمبرين، والنيوكلياس والسيتوبلازم، وفي حاجات نون اسينشال او اكسترا ابنديجز ممكن تبقى موجوده او ممكن تبقى لا، زي كبسول، زي الفلاجيلا، زي البلاي، زي السبور، زي السليم ستراكشر. هنبدا نتكلم على الاستراكشرز الثابته اللي موجوده في كل الخلايا البكتيريه واللي لازم تبقى موجوده عشان اقول ان دي خليه بكتيريه. اي خليه بكتيريه فيها من بره لجوه اربع حاجات: السيل وول جواه سيتوبلازميك ميمبرين، جواه سيتوبلازم وفيها النيوكليويد. اول حاجه السيل وول. عشان نفهم السيل وول لازم نعرف ان زمان خالص في عالم وهو بيشتغل على البكتيريا وبيصبغ الخلايا، العالم ده اسمه جرام، بدا يصبغ الخلايا بحاجه اسمها الديفرنشال ستين، يعني الخلايا الصبغه المميزه. الديفرنشال ستين دي ببساطه بيستعمل صبغتين، صبغه اللي هي الفيرست ستين وبعد كده يحط فيكستيف وبعد كده السكند ستين وبعد كده يعمل ووش. لو الصبغه خدت اللون الاول ليها اسم ولو خدت اللون الثاني ليها اسم. جرام قدر عن طريق استعمال الصبغه دي ان هو يقسم معظم انواع البكتيريا الى نوعين كبار، حاجه اسمها جرام بوزيتيف بكتيريا وحاجه اسمها جرام نيجاتيف بكتيريا، وخد جايزه نوبل على الاكتشاف ده لان ده فتح عالم التشخيص للبكتيريولوجي الى الان اللي احنا مستمرين عليه الى الان. طيب بنقول ان السيل وول ان جنرال بيمثل لي حوالي 20% من الدراي ويت بتاع الخليه كلها، ومعظم الاكتيفيتي اللي بتحصل بتتكون عند السيل وول زي مثلا الميتابوليك اكتيفيتي، زي تكوين الاستراكشرز المحتاجه للخليه، زي الرياكشن تو ذا ستين، زي الريسبونس تو ذا انتيبايوتيك، زي الريسبونس تو ذا فيزيكال والكيميكال كونديشنز اللي بتتعرض لها البكتيريا. فبالتالي السيل وول ده فيري 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 اسينشال استراكشر. حسب طريقه جرام اللي احنا كنا بنحكيها، جرام اكتشف ان جزء كبير من البكتيريا بياخد الصبغه الاولى وده سماه جرام بوزيتيف، وجزء كبير من البكتيريا بياخد الصبغه الثانيه وده سماه جرام نيجاتيف بكتيريا. هاويفر في انواع قليله جدا من البكتيريا ما بتستجبش للصبغه بتاعه الجرام، ودي بتحتاج سبيشال تايبس اوف ستين هنعرفها في العملي في الصبغات، وهنعرفها لما ناخد كل اورجانيزم ايه نوع الصبغه اللي هو ممكن نشخصها بيه. خلينا الاول في صبغه الجرام والسيل وول ستراكشر. حسب الشغل اللي اشتغله جرام اكتشف ان قلنا معظم البكتيريا بتنقسم الى قسمين كبار، الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا، وده حسب الاستراكشر بتاع السيل وول. الجرام بوزيتيف بكتيريا السيل وول فيها مركب اساسي هو اللي بيمثل لي غالبيه الاستراكشر وهو السبب في انها خدت الصبغه دي،
فيها حاجة اسمها بيبتايدو جلايكان لير. البيبتايدو جلايكان لير دي بتمثل لي حوالي 50% من السيكنس اوف ذا سيل وول ماتيريال، ودي بتتكون من 3 طبقات أساسية: الباك بون، وده عبارة عن ان اسيتايل جلوكوزامين وان اسيتايل ميورامينيك اسيد بيبقوا بالتبادل مع بعض. بعد كده في تترا بيبتايد سايد تشينز، نوع من البيبتايد بتبقى طالع من على جنب اتاتشد للان اسيتايل ميورامينيك اسيد، ودول ماسكين في بعض وبيعملوا لي شيتس او طبقات، والطبقات دي بتبقى مرصوصة فوق بعضها بعض. ده المين ستراكشر بتاع الجودة، وماسك فيها من فوق التايكويك اسيد او اللايبوتايكويك اسيد. التايكويك اسيد هو اللاير اللي موجوده سوبرفيشال تو البيبتايدو جلايكان، وبتبقى ماسكه في طبقه البيبتايدو جلايكان. التايكويك اسيد ده بنسميه سيرفيس انتيجين. يعني ايه سيرفيس انتيجين؟ يعني بيحفز الاميون سيستم. بيبقى فيه منه، بيتكون من حاجتين، حاجه اسمها الجليسرول او الريبيتول فوسفيت، وبيبقى فيه منه نوعين. نوع بيبقى على السطح بنسميه السيرفيس تايكويك اسيد، ونوع بيبقى ماسك في الممبرين من جوه او رابط الحزمه بتاعه البيبتايدو جلايكان بنسميه ممبرين تايكويك اسيد. فايدته ايه؟ زي ما قلنا ان هو عباره عن ميجور سيرفيس انتيجين موجود في جرام بوزيتيف بكتيريا اونلي، ودي مهم عشان اسئله الام سي كيو وترو فولس، موجود في جرام بوزيتيف بكتيريا سيل وول اونلي. تمام، بيحفز لي الجهاز المناعي، بيعمل ستيميليشن للسيتوكاين برودكشن، وده بيعمل افكت بنسميه اندوتوكسين لايك افكت. اندوتوكسين لايك افكت، الاندوتوكسين ده خاص بالجرام نيجاتيف سيل وول بس. فالافكت ده لما بتعمله اللايبوتايكويك اسيد او التايكويك اسيد بنسميه اندوتوكسيك لايك افكت. تمام، وبيبقى بيساعد في عمليه الاتاتشمنت لبعض انواع البكتيريا زي الاستاف مثلا عشان تمسك في الميكوزال سيل. يبقى انا كده عرفت ان جرام بوزيتيف سيل وول عباره عن بيبتايدو جلايكان لاير مينلي، وماسك فيها حاجه اسمها التايكويك اسيد. طيب نشوف الجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف سيل وول احنا اتفقنا ان جرام لما عمل الصبغه استعمل صبغتين، البكتيريا اللي خدت الجزء الاول سماها جرام بوزيتيف، والبكتيريا اللي خدت الجزء الثاني سماها جرام نيجاتيف. الفرق في السيل وول ستراكشر هو اللي خلى البكتيريا تاخد الجرام، الصبغه الاولى في الجرام او الصبغه الثانيه. كل البكتيريا اللي زي بعض في الاستراكشر خدت الصبغه الاولى وسماها جرام بوزيتيف، وكل البكتيريا اللي زي بعض في الاستراكشر خدت الجرام نيجاتيف او الصبغه الثانيه وسماها جرام نيجاتيف. طيب عرفنا الجرام بوزيتيف، قلنا بيبتايدو جلايكان لاير مع تايكويك اسيد. امال الجرام نيجاتيف؟ الجرام نيجاتيف السيل وول ده بيتكون من انر لاير من بيبتايدو جلايكان، بيمثل لي 5-10% بس من السيجنز، صغير خالص خالص خالص. لكن المين بالك هنا حاجه اسمها اللايبوبوليساكرايد لاير. اللايبوبوليساكرايد لاير دي هي المين افكت اللي موجود او المين استراكشر موجود في السيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، وبيعمل لي حاجه اسمها اندوتوكسيك افكت. الاندوتوكسيك افكت ده بيعمل زي سيبتيك شوك في المريض، عشان كده العيان لما يجي له انفكشن بالجرام نيجاتيف بكتيريا يبدا يحصل له فيفر وهايبوتنشن وشوك. ده سببه ايه؟ الاندوتوكسين اللي بيحصل نتيجه البيبتايدو اللايبوبوليساكرايد لاير اللي موجوده في الجرام نيجاتيف سيل وول، ودي بتطلع لما البكتيريا تبدا تتكسر. بيتكون من ايه اللايبوبوليساكرايد ده؟ ده عباره عن زي ما هو مكتوب كده، لايبو يعني ليبيد وبوليساكرايد وسكريات. الطبقة الأولى الليبيد عبارة عن فوسفوليبيد A، فوسفوليبيد A ده مسؤول عن الاندوتوكسيك افكت اللي احنا حكيناه. وفي النص بيبقى فيه نوع من السكريات بوليساكرايد، كور بوليساكرايد، وعلى الأوتر لاير فيه بوليساكرايد تاني اللي هو بنسميها السوماتيك أو الأو أنتيجين اللي بيحفز لي الإميون سيستم زيه زي التايكويك أسيد. يبقى عندي 3 لاير. الطبقة الأصلية اللي هي الفوسفوليبيد A ماسكة في كور بوليساكرايد وعلى الأوتر سيرفيس أوتر بوليساكرايد لاير، وهم على بعض كده بنسميها لايبو بوليساكرايد لاير، ودي أونلا المين ستراكشر في جرام نيجاتيف بكتيريال سيل وول. طيب دي حاجة التالتة اسمها اللايبو بروتين. يبقى عندي البيبتايدو جلايكان لاير ودي صغيرة خالص، المين ستراكشر اللي هو اللايبوبوليساكرايد لاير، وطبقه اسمها اللايبوبروتين. اللايبوبروتين مولكيولز دي بتمسك طبقه البيبتايدو جلايكان مع اللايبوبوليساكرايد لاير، وبتبقى سايبه فراغات صغيره ما بين الانر والاوتر لاير بيسموها البيري بلازميك سبيس،
شوية فراغات صغيرة خالص very minute طبعا ما بتتشافش غير بالإلكترومايكروسكوب. دي المكان اللي بيبدأ يتكون فيه الانزيمز اللي ممكن البكتيريا تستعملها عشان تعمل الديزيز او عشان تقاوم الانتيبيوتيك، زي البنسلينيز انزيم اللي بتفرزه البكتيريا علشان تكسر البنسلين او البيتا لاكتام دراجز. ده دياجرام بيوريني الاستراكشر بتاع الجرام نيجاتيف سيل وول. زي ما احنا شايفين طبقة اللايبوبوليساكرايد لاير، الطبقة الاصلية فيها الفوسفوليبيد A، فيها الكور بوليساكرايد، وفيها الاوتر بوليساكرايد لاير. جواه الببتايدوجلايكان نسبة صغيرة خالص 5-10%، بتمسكهم مع بعض اللايبوبروتين، اللايبو يعني ليبيد من ناحية وبروتين من ناحية، فبيمسكهم مع بعض عشان يربطهم في بعض. في النص في سبيس صغيرة اللي هي بنسميها البيري بلازميك سبيس، وجواه اللي هو السيل ميمبرين. هنتكلم على الفانكشن اوف ذا سيل وول. السيل وول فانكشن كاز ا هول سواء في جرام بوزيتيف او في جرام نيجاتيف عباره عن ريجيد ستراكشر مينتين ذا شيب اوف ذا بكتيريا، هو اللي بيحافظ على شكل البكتيريا، هو اللي بيديها الشكل بتاعها اذا كان توبا كوكاي ولا بسلاي ولا سبايرال ولا فيبريو. نمرة 2 بيحافظ على السيتوبلازميك ميمبرين علشان ما يحصلوش رابشر لما بيتعرض لاوزموتيك بريشر. بعد كده هو اللي بيحدد زي ما قلنا الريسبونس تو ذا جرام ستين اذا كان جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، وليه دور رئيسي في الديفيجن بتاع البكتيريا. وعرفنا قبل كده فايده الببتايدوجلايكان، عرفنا فايده التايكويك اسيد، عرفنا فايده اللايبوبولي ساكرايد لير. تاني ستراكشر اساسي في البكتيريا السيل بعد السيل وول هو السيتوبلازميك ميمبرين. السيتوبلازميك ميمبرين بيبقى موجود انر تو ذا سيل وول، بيبقى عباره عن سيمي بيرميابل دبل لاير استراكشر بيحوط السيتوبلازم، وبيبقى موجود قلنا انر تو ذا البيبتايدوجلايكان لاير او انسايد البيبتايدوجلايكان لاير اوف ذا سيل وول، بيتكون من فوسفوليبيد باي لاير. ايه فايده السيتوبلازميك ميمبرين؟ السيتوبلازميك ميمبرين تقريبا بيعمل معظم الوظائف الحيويه بتاعه الخليه البكتيريه. نمره 1 اكتيف ترانسبورت اوف مولكيولز انتو ذا سيل، هو اللي بيدخل الحاجات اللي الخليه محتاجاها علشان تقدر تنمو وتعيش، لان احنا قلنا ان هي بروكاريوتيك سيل. نمره 2 انرجي جينيريشن باي ذا اوكسيديتيف فوسفوريليشن بروسيس، هو اللي مسؤول عن تكوين الطاقه اللي محتاجاها الخليه. نمره 3 سينثيسيس اوف بريكيرسورز اوف ذا سيل وول، بيصنع الحاجات او المكعبات اللي محتاجاها السيل وول علشان تبدا تكون الاستراكشر بتاعتها. نمره 4 سيكريشن اوف توكسينز اند انزيمز، التوكسينز والانزيمز دي الحاجات اللي بتساعد البكتيريا في عمليه احداث الباثوجينيسيس او احداث المرض جوه الهوست تيشو اللي بتدخل جواه. نمره 5 بلاي ا ميجور رول ان ذا دي ان اي ريبليكيشن اوف ذا نيوكليويد او النيوكليس بتاعه الخليه، دي الفانكشن اوف ذا سيتوبلازميك ميمبرين. طيب ايه هو بقى الميزوزومز؟ الميزوزومز دي عباره عن انفاجينيشنز او تعرجات بتحصل في السيتوبلازميك ميمبرين اوف ذا سيتوبلازميك ميمبرين. زي بلاي ا رول ان ريسبيريشن، ليها دور في عمليه الريسبيريشن لان احنا قلنا ان انا ما عنديش لا ميتوكوندريا ولا جولجي اباريتس. اند بلاي ا رول ان سيل ديفيجن، ازاي؟ ان هي السايت ات the origin of replication بتاع الخلية. طيب ازاي بتبدأ الخلية تعمل زي point of origin of replication ويبدأ يتكون transverse septum يقسم للخلية نصين ويجي يحصل duplication للcontents بتاعة الخلية، وكل copy بتروح في one of the two halves وبعد كده تنقسم الخلية. ال origin of replication ده بيبدأ عند الميزوزومز او بنسميها site of replication. الستراكشر التالت الاساسي اللي هو السيتوبلازم. البكتيريا السيتوبلازم بيبقى فيه الكومبوننتس اللي محتاجاها الخليه. There is no rough endoplasmic reticulum in the bacteria but cytoplasmic inclusion bodies، زي السيتوبلازميك جرانيولز او الميتاكروماتيك جرانيولز اللي موجوده في حاجات زي الكوريني بكتيريوم، ودي بتبقى سورس اوف انرجي، وزي الجلايكوجين جرانيولز اللي موجوده في بعض البكتيريا الاخرى. الريبوزومز اللي موجودة في السيتوبلازم بتبقى خاصة بالبكتيريا، ليها ستراكشر مختلف شوية عن اللي موجود في الايوكاريوس، وقلنا ان هو بيبقى سمولر ان سايز، بيبقى الريبوزوم الار ان اي بيبقى بيتكون من تو سب يونتس
الخمسين اس سب يونت والتلاتين اس سب يونت، ولما بيمسكوا في بعض بيكونوا لي حاجة اسمها سبعين اس سب يونت. وقلنا ان ده ستراكشر مختلف عن اللي موجود في الماميليان سيلز وفي الايوكاريوتيك سيلز، دوكا بتبقى اكبر شوية، بتبقى 40 اس و 60 اس، ولما يمسكوا في بعض يبقوا 80 اس سب يونت. وده بيديني ادفانتج ان انا اقدر اعمل تارجتنج للسايت ده لما اجي اعمل انتيبيوتيك علشان يعمل لي او يكسر لي الخلية البكتيرية او يستهدف الخلية البكتيرية من غير ما يجي ناحية الماميليان سيل او الار ان اي بتاع الماميليان سيل، عشان ما ضرش الماميليان سيل. فانا بستغل الديفرنس ده علشان اقدر اعمل له تارجتنج اثناء ما انا بعالج البكتيريا. النوع التاني من الار ان اي اللي هو ترانسفير ار ان اي والميسنجر ار ان اي، لكن اللي مختلف تماما هو الريبوزوم الار ان اي. الاستراكشر الرابع الثابت في الخلايا البكتيريه هو البكتيريال نيوكلياس، او بنسميها البكتيريال نيوكليويد. كلمة اويد معناها شبيه، شبيه النيوكلياس. It is not a true nucleus. ليه؟ لانها مش بيحوطها nuclear membrane لكن surrounding nuclear membrane. طب هما اللي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ DNA والـ RNA بيبقوا ماسكين في بعض وبيبقوا عاملين compacted كده body موجود في او ماس موجودة في وسط السيتوبلازم، عشان كده بنسميها نيوكليويد. بيبقى الـ DNA في النص وحواليه الـ RNA. شكل النيوكليويد ده بيبقى عبارة عن compacted nucleic acid. لو احنا فردناه هيبقى عبارة عن النيوكليك أسيد عبارة عن DNA. DNA ده بيبقى usually single chromosome بيبقى linear بيتراوح طوله ما بين 1100 إلى 1400 base pair length. تمام. الانز بتاعته عادة ما بتبقاش free ends، لكن بتبقى عاملة زي circle كده في نهاية الانز ماسكة في بعض عشان تقفل النهايات بتاعتها. تمام. وبيبقى ممكن يحصل له حاجة اسمها جين ترانسفير، هنفهمها لما ناخد محاضرات الجينيتكس. الجين ترانسفير اللي بيحصل للبكتيريا الكروموزوم، البكتيريا الكروموزوم لازم يبقى كومباكتد على بعضه وبيبقى مضغوط. تمام. وبيتفرد اثناء عملية الريبليكيشن او البروتين سينسيسز علشان يبدأ يصنع النيوكليك اسيد الجديد والبروتينات اللي محتاجاها الخلية. دول الاربعة ستراكشرز اللي ثابتين اللي موجودين في اي خلية بكتيرية، اللي هو السيل وول، السيتوبلازميك ميمبرين، السيتوبلازم، والبكتيريا النيوكلياس اللي سميناها نيوكليويد. بعد كده في سبيشاليزد ستراكشرز بتبقى موجودة خارج الخلية البكتيرية. هذه الستراكشرز بتبقى مش ثابتة في كل انواع البكتيريا. بعض انواع البكتيريا بتبقى موجود فيها منها حاجة او اكتر، وبعض الانواع مفيش منها حاجة خالص. ايه هي الحاجات الزيادة الاكسترا ستراكشر دي؟ الفلاجيلا، البلاي، والكابسول، والسبورز. هنبدأ اول حاجة نحكي عنها اللي هي الكابسول. الكابسول دي عبارة عن اكسترا ستراكشر بيبقى موجود سراوندينج السيل وول من الخارج، وبيضيف صفات مهمة جدا للخلية البكتيرية. يوجوالي بيبقى جيلاتينس لير او سايد ذا سيل وول، ساعات بتبقى بوليساكرايد ان نيتشر، ساعات بتبقى بروتين ان نيتشر. تمام. الكبسول دي لو هي ماسكه وعامله طبقه تخينه بسميها الكبسول، لو هي عباره عن طبقه رفيعه كده رقيقه لازقه على سطح السيل وول بسميها سليم. تمام. الكبسول دي بتختلف في الاستراكشر من نوع الى اخر، لكن في النوع الواحد بتبقى فيكسد في التركيب بتاعتها. يوجوالي او مش يوجوالي، لكن اكتر نوع متعارف عليه هو الكابسولار بوليساكرايد اللي هي البوليساكرايد ان نيتشر. تمام. زي النيموكوكاي وزي النايسيريا وزي الهيموفيلس انفلونزا. وبعد كده في حاجات بتبقى بولي بيبتايد او بروتين ان نيتشر زي الباسيلس انثراسيس، وفي نوع بيبقى ميكسد زي الستريبتوكوكاي وبيبقى بيتكون مينلي من الهياليورينيك اسيد. وجود الكبسول مش essential، بمعنى ان مش كل انواع البكتيريا ليها كبسول، انواع معينة هي اللي بتقدر تكون كبسول، وطبعا وجودها بيضيف اضافات وميزة هنعرفها دلوقتي. even النوع اللي هو ليه كبسول
في انواع منها بتبقى طول الوقت كبسوليتد، وفي انواع منها ممكن تفقد الكبسول في ظروف معينه. ايه وظيفه الكبسول؟ الحقيقه الكبسول من الاستراكشرز المهمه جدا اللي وجودها على سطح الخليه البكتيريه بيضيف اضافات قويه جدا للخليه، بيزود قدرتها على احداث الامراض ان هي تبقى مور باثوجينيك او بنقول مور فيريولنت، وبيديها ادفانتج عاليه جدا، واحنا كمان بنستفيد من حاجات من وجود الكبسول. طيب ازاي؟ نمره واحد، it is a very potent virulence factor for the bacteria، يعني هو بيساعد البكتيريا انها تحدث مرض تبقى مور باثوجينيك، تمام؟ and it protects the bacteria from the immune system، protects the bacteria against what's called the phagocytosis of the immune system، وبيمنع او بيحمي البكتيريا من ان يحصل لها phagocytosis من الاميون سيستم. نمرة اتنين، it is an immunogenic structure، كلمة immunogenic structure اتفقنا معناها ان بتحفز الجهاز المناعي. And it is used as a specific antigen for identification of the capsule. تمام؟ By using a specific antibody or anti-serum. بنسمي الكابسولار انتيجين بنسميه كي انتيجين، بنسمي الكابسولار انتيجين بنسميه كي انتيجين، خصوصا الكابسولار بوليساكرايد. واحنا قلنا قبل كده على السيل وول طبقه اللايبو بوليساكرايد او ليبيد اي او انتيجين او سوماتيك انتيجين، تمام؟ الكي انتيجين ده اتز انتيجينيك ستراكشر بيحفز الجهاز المناعي، فاحنا استفدنا من الخاصيه دي ان بقينا ممكن نشخص الاورجانيزم عن طريق التعرف على الكي انتيجين ده بوجود بعض التستات، زي مثلا اكزامبل اللي هو الكوالينج تيست اللي بنشخص بيه النيموكوكاي النيسيريم نينجيتيدس او الهيموفيلس انفلونزا، من انا بضيف سبيسيفيك انتي بودي علشان يمسك في الانتيجين ده ويمسك فيه واتعرف ان البكتيريا دي هي فعلا النوع اللي انا شاكك فيه ولا لا. الادفانتج الثالثه او الفانكشن الثالثه ان هو قدرنا نستفيد من البعض الكبسول وخصوصا البوليساكرايد كبسول في تحضير فاكسين اجينست ذس اورجانيزم. والتلاتة examples المشهورين اللي already موجودين في الماركت واللي already بنستعملهم اللي هو الكابسولار بوليساكرايد فاكسين for هيموفيلس انفلونزا، for نيسيريا منينجيتيدس، and for نيموكوكاي. التطعيمات اللي عندي في السوق للنيموكوكاي وللنيسيريا منينجيتيدس الالتهاب السحائي والهيموفيلس انفلونزا، التلاتة عبارة عن فاكسين محضر من الكابسولار بوليساكرايد. الادفانتج او الفانكشن المهمه برضو ان هو بيساعد في عمليه الادهيرنس او الاتاتشمنت اوف ذا بكتيريا تو ذا سراوندنج هيومن تيشو، عشان يساعد في عمليه الباثوجينيسيس بتاعه البكتيريا. خلينا نفكر كده بقى بعد ما خلصنا الجزء بتاع الاستراكشر بتاع البكتيريا، لازم ابقى عارف ازاي افرق ما بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريال سيلول. يعني ده من الاسئله المهمه اللي ما حدش يطلع من المحاضره الا وهو فاهمها ومدركها كويس. لازم ابقى عارف يعني ايه سيتوبلازميك ممبرين، يعني ايه سيتوبلازم، يعني ايه بكتيريال كبسول، يعني ايه بكتيريال نيوكليويد. لازم ابقى عارف يعني ايه بكتيريال سبور. ايه البكتيريال سبور دي؟ لسه هنشرحها دلوقتي. لازم ابقى عارف يعني ايه فلاجيلا، برضو لسه هنشرحها دلوقتي. تاني نوع من الاكسترا ابنديجز اللي ممكن تبقى موجوده وممكن ما تبقاش موجوده حاجه اسمها الفلاجيلا. ايه الفلاجيلا دي؟ الفلاجيلا دي عباره عن بالظبط زي الدفه اللي بتبقى ماسكه في المركب بتحركه وبتساعده على الموفمنت او على الحركه. These are long delicate appendages attached to the bacterial cell. This projection can be seen by special method. They are composed of protein اسمه الفلاجيلين، بيتركب من بروتين من نفس الاسم فلاجيلين. It is an antigenic structure بنسميه ال H antigen. ال H antigen وده بيساعد في التعرف على البكتيريا دي. ايه وظيفته؟ ده بنقول عليه It is the organ of locomotion، ده الأورجان اللي مسؤول عن الحركة بتاعة البكتيريا. Some organisms like the spirochetes may move without a flagella، بس في انواع تانية ممكن تتحرك من غير. الديفينيشن اهو موجود، مهم جدا، بيتكرر كتير في الصح والغلط وفي الام سي كيو، اللي هو الـ كل نوع المونوتريكاس الامفيتريكاس اللوفوتريكاس والبيريتريكاس لازم ابقى عارفهم كويس علشان بنسأل فيهم كتير خالص. ايه بقى فايده الفلاجيلا؟
الفلاجيلا الحقيقة ليها فوائد كتير. نمرة واحد زي ما قلنا تز أورجان أوف لوكوموشن أو ذا أورجان أوف موتيليتي أوف ذا بكتيريا، وهو اللي بيحرك البكتيريا ناحية الأورجان اللي هو عاوز يعمل له إنفكشن وناحية النيوتريشن، زي مثلا إيكولاي والبروتياس بتتحرك في اليورينري بلادر أو في اليوريسرا ناحية التشو علشان تقدر تعمل اتاتشمنت وتبدأ تعمل إنفكشن. نمرة اتنين it is an antigenic structure وبستعملها علشان أتعرف على الأورجانيزم، وفي إكزامبل شهير جدا عندنا في الماركت اللي هو حاجة اسمها السالمونيلا. السالمونيلا دي بتعمل مرض شهير جدا اسمه التايفويد. التايفويد بنعمل لها دياجنوزيس بان انا بدور على تو انتجنز مهمين، الاو انتجن اللي هو السوماتيك انتجن بتاع السيل وول، والاتش انتجن اللي هو الفلاجيلا. وعن طريق التو انتجنز دول انا بشخص الاورجانيزم وبعرف ويتش تايب اوف سب سبيشيز موجودة عند المريض بتاعي. الاستراكشر التالت الزيادة اللي هو الفيمبريا. الفيمبريا او البلاي these are very thin and short thread like structure، عامل زي الهير كده اللي بيبقى متوزع حوالين الخلية، رفيع جدا اصغر واقصر بكتير من الفلاجيلا. found on the surface of the certain bacterial cells، بتبقى موجودة في الجرام نيجاتيف باسيلاي، مسؤولة عن عملية الادهيجن والاتاتشمنت to the mucosa، بتشتغل as a virulence factor for bacteria، وتبقى composed of subunit بسميها بايلين او بروتين بسميه البايلين، زي ما كان في الفلاجيلا فلاجيلين، هنا البلاي اللي هي البايلين. عندي نوعين اساسيين من البلاي او الفيمبريا، النوع منهم بسميه 6 بلاي او الاف بلاي. احنا اتفقنا قبل كده ان البكتيريا بيحصل لها ديفيجن بحاجه اسمها الباينري ديفيجن، مفيش سيكشوال ريبرودكشن. طب ما ليه 6 بلاي؟ لقينا ان احيانا يحصل حاجه اسمها جين ترانسفير، اللي قلت لكم هتشرح في محاضره الجينيتك. الجين ترانسفير ده ان يتنقل جينيتك ماتيريال فروم وان سيل تو انذر. وان اوف ذا ميثودز فور جين ترانسفير، واحد من الطرق المشهوره لعمليه الجين ترانسفير، ان يحصل حاجه اسمها 6 بلاي تتكون ما بين وان سيل اند انذر، ويتنقل الجين من الخليه دي للخليه دي، بيسموه كونجوجيشن، وهتشرح لكم بالتفصيل في عمليه او في محاضره الجينيتكس ايه عمليه الجين ترانسفير دي. النوع الثاني اسمه الاوردينري بلاي، وده وظيفته انه يعمل حاجه اسمها كولونايزيشن او استعمار للبكتيريا. ازاي؟ ان هو بيعمل ادهيرنس او اتاتشمنت اوف ذا بكتيريا تو اس سبيسيفيك ريسبتور اون ذا هيومن سيل تيشو اللي هو عاوز يدخل جواه. يعني هو مثلا عاوز يروح اليورين تراكت، عاوز يروح السكين، عاوز يروح الريسبيراتوري تراكت، المكان اللي هيروحه عن طريق البلاي بيبدا يلزق فيه علشان يبدا يحصل له كولونايزيشن، يعني يكتر ويعمل كولونيز ومستعمرات، ويبدا يزيد ويعمل الانفكشن. في حاجه اسمها سليم او جلايكوكاليكس. انا قلت لكم من الاول لو ان الكبسول كبيره كده وسيك في الاستراكشر بسميها كبسول، لكن لو ان طبقه رقيقه خالص هي اللي اتكونت حوالين البكتيريا بسميها سليم. سليم يعني رفيع. سليم لاير دي عباره عن بولي ساكرايد سيكريشن بتفرزه بعض البكتيريا عشان يحوطها ويحميها ويساعدها في الاتاتشمنت تو ذا سيرفيس بتاعه الهيومن سيلز اللي هتدخل جواها، تمام؟ ودي مشهوره قوي في الانفكشنز اللي بتحصل مثلا اون ذا سيرفيس اوف كاستر او بروستيتيك هارت فالف او على السكين او على مثلا ارتفيشال جوينت، يحصل ادهيرنس بالاورجانيزم عن طريق سيرفيس لاير كده رفيعه خالص بيسموها السليم، زي مثلا الستريبت فيريدانس لما تلزق على سطح التيس عشان تبدا تعمل دنتال كارس او تعمل بليك ويبدا الدنتال كارس، كل ده بيسميها سليم، طبقه رقيقه لا ترقى الى مستوى ان هي تكون اترو كبسول حوالين البكتيريا. طيب اخر حاجه بقى اللي هي السبورز. السبورز ده عباره عن هايلي ريزيستنت ستراكشر، اكتر ستراكشر في البكتيريا ريزيستنت، تمام؟ ريزيستنت لايه؟ ريزيستنت للهيت وريزيستنت للدستراكشن، يعني ما بعرفش اتخلص منه بسهوله. السبورز دي اللي هي بالبلدي كده التحوصل، ان البكتيريا بيحصل لها تحوصل، يحصل لها بيات شتوي كده من الانفكشن عشان تحافظ على روحها. اللي بيحصل بمنتهى البساطه ان البكتيريا لو لقيت ان الكونديشن حواليها unfavorable يعني مش مساعدة، زي ايه؟ زي ان حصل depletion في النيوترينت، زي ان حصل change في temperature، extreme temperature مش سامحة بنمو البكتيريا، زي ان حصل exposure
لحاجة ممكن تعرض البكتيريا للخطر. بعض أنواع البكتيريا وليس كلها عندها القدرة إن هي تكون حاجة اسمها السبورز. السبورز دي كومون في تو تايبس اوف فاميليز، هناخدهم حاجة اسمها الكوليستريديم فاميلي وحاجة اسمها الباسيلس فاميلي. التو فاميليز دول بيحولوا روحهم من النورمال فيجيتيتيف فورم إلى السبور فورم. السبور فورم دي عندها القدرة إن هي تبقى دورمنت لمدة سنين وإن هي تبقى هايلي ريزيستنت للسراوندينج انفايرومنت. خطورتها في ايه؟ ان في اي وقت تتعرض الى environmental condition مناسبة ترجع تاني للvegetative form وتعمل امراض. طيب السبورز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلية البكتيرية خد النيوكليك اسيد اللي هي الحاجة المهمة وخد جزء من السيتوبلازم وحوط روحه بالبيبتايدو جلايكان لير والسيل السيل وول وعمل حوالين روحه سيك لير اوف كوت بنسموها من الكيراتين، تمام؟ وقعد كده dehydrated for several years. طيب ايه خطورة القصة دي؟ الميديكال امبورتنس بتاعت السبورز نمرة واحد ان هي highly resistant للsurrounding environmental condition، ان هي تقدر تقاوم الهيت بدرجات عالية، وعشان كده لو انا هعقب مثلا ادوات جراحية او اي حاجة فيها سبورز ان ما كنتش اعدي درجة الحرارة المناسبة للسبورز مش هتموت وهتقعد موجودة وinfectious. الحاجة الوحيدة اللي بتتغلب عليه هو الأوتوكلاف عند درجة 121 درجة مئوية لمدة تلت ساعة عشان أقدر أتغلب على السبورز، تمام؟ نمرة اتنين إن هي ممكن تستعمل as a biological weapon بسبب خطورتها الشديدة وإن هي highly infectious وبتسبب أمراض مميتة. نمرة تلاتة ممكن أستعملها as an biological indicator لعملية sterilization، يعني ساعات بنحط كيس فيه سبورز في جهاز الاوتوكلاف عشان اعرف فعلا الاوتوكلاف شغال كويس وبيوصل لدرجة الحرارة اللي انا عاوزها ولا ما بيوصلش. دي بنسميها الميديكال امبورتانس اوف بكتيريال سبورز. السبورز دي مش هشوفها في الكلينيكال او في الليجن اللي متاخد من التشو، ليه؟ لانها محتاجة انفيفرابل كونديشن، لكن ممكن اشوفها مثلا في ارتفيشال ميديا. هنتكلم عن حاجة اسمها cell wall deficient بكتيريا. احنا كده شرحنا الستركشرز الثابتة في البكتيريا وقلنا ان البكتيريا فيها cell wall، فيها cytoplasmic membrane، فيها cytoplasm وفيها nucleoid دول ثابتين، وفيها extra cellular structure ممكن تبقى موجودة وممكن تبقى لا، اللي هي الفلاجيلا والبلاي والكابسول والسبورز. طيب هل في بكتيريا ملهاش cell wall؟ اكتشفنا ان في نوعين من البكتيريا ما لهمش سيل وول. النوع الاول اسمه ال فورم او البروتوبلاست والسفيروبلاست. ال فورم دي بكتيريا عاديه جدا وكان ليها سيل وول، لكن اتعرضت لدراج بيعمل انهبيشن للسيل وول او اتعرضت لانزيم بيعمل انهبيشن للسيل وول اسمه اللايزوزايم. الاثنين دول اللي هو الدراج او الانزيم اللي هو اللايزوزايم عملوا انهبيشن للسيل وول. هذا الانهبيشن خلى السيل وول البكتيريا تتحول من بكتيريا عاديه لبكتيريا ملهاش سيل وول. البكتيريا اللي ملهاش سيل وول دي اسمها ال فورم. لو البكتيريا اللي ملهاش سيل وول دي اوريجينيتنج فروم جرام بوزيتيف بكتيريا بسميها بروتوبلاست، يبقى البروتوبلاست عباره عن ال فورم بكتيريا اوريجينيتنج فروم جرام بوزيتيف بكتيريا. السفيروبلاست عبارة عن L form bacteria originating from gram negative bacteria، تمام؟ طيب دي بنسميها L form وفي منها نوعين البروتوبلاست والسفيروبلاست. البروتوبلاست جاي من الجرام positive والسفيروبلاست جاي من الجرام negative. النوع التاني اسمه المايكوبلازما. المايكوبلازما دي عبارة عن بكتيريا originally lacking cell wall، ربنا خلقها من الأساس ملقاش cell wall، هي عبارة عن cytoplasmic membrane وcytoplasm nucleoid أول عن آخر. طب ايه الفرق بينها وبين ال فورم؟ ان دي خلقت ربنا اوريجينال لاكينج السيل وول، لكن الثانيه بتتكون نتيجه الانتيبيوتيك ونتيجه الانزيم، فبالتالي ال فورم ممكن تبقى ريفرسابل، يعني لو انا شلت الانتيبيوتيك وشلت الانزيم ممكن ترجع تكون تاني السيل وول. هنجاوب مع بعض اسئله الام سي كيو وهنشوف الكوريكت انسر عشان نقدر نحكم كنا قدرنا نطلع معلومات مفيدة من المحاضرة ولا لا. شكرا وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة.